بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحقت بقناة أم عبد الرحمن لدعم تلاميذ السنة الخامسة الرابعة والثالثة وأولى متوسط في الفرنسية. اليوم ما دمنا على أبواب اختبارات الفصل الأول، راح نتفر من هذه المواضيع حتى يتسنى التلاميذ كل مراجعة قبل الأوان، يعني إذا شو قبل ما تكثر علينا المواد وما نعرفوش منها. طبعا كما سبقت وقلت الاختبار تاع الفصل الاول راح يكون على الحيوانات، لو بروجي نيميرو 1 هو اللي من المفروض والاكيد يكون في اختبار الفصل الاول. بدون اطاله نقرا النص. لو رينار ايتان انيمال سوفاج ماميفير، يعني ان الثعلب هو حيوان متوحش ثدي. Il vit dans les montagnes, les forêts ou les plaines. يعني يعيش في الجبال وكذلك في الغابات وكذلك في السهول. Il a un front large, عنده جبهة عريضة. Son museau est long et pointu. الفم تاعه طويل ومحدب. Ses quatre pattes sont courtes et fines. يعني الأطراف الأربعة تاعه صغار ورقاق. Il a une belle fourrure, عندها شعر وبر جميل جدا. Son pelage est roux, والشعر تاعه اللون تاعها احمر. Roux هي احمر. Il a deux petites oreilles, une longue queue, يعني عنده وذنين صغيرين، زوج وذنين صغيرين، وعنده ذيل طويل. Il se nourrit surtout de rats, يتغذى على الفئران. D'oiseaux et de poissons, ou à la toyour, ou à la kala, al hout, samak sari. Pour dormir, il creuse un tirier. Yani, min aji an yanam, yahfar, johar. Hada huwa an nas, kthir min umahat guli, usada dirina, sawri hana, ana rani fi marhalat da'am. Ki twafar andi al barnamaj li yikhdem li pdf, na rani fil khidma. الان والله ما عندي، راه ضايع لي، لا عندي راه ضايع لي. المهم راني ندعم معكم. هذا هو النص، طبعا النص اللي التلميذ يقراه وحده ويفهمه ومن بعد يروح الاسئله. كما سبق وقلت الاسئله كاين ثلاثه، 3 دو كومبريونسيون وتلقى لا ريبونس في التكس، و 3 تاع لي بوين دو لونغ تاع غرامير اورتوغراف كونجيكيزون، وعندنا وضعيه ادمشيه. طبعا الاكيد والمتاكد لو سيغ ان الوضعيه الادماجيه ان انيمال. ايوغ لو تكست بارل دان انيمال، لو تكست بارل دان انيمال، لوكال شوازي لا بون ريبونس، اختار الجواب الصحيح. لو رينار دي سابل، لو رينار او بيان لو شا. لو رينار دي سابل هو ثعلب الرمال، هو لو فينك. النص ما يهضرش على لو فينك. لو رينار او بيان لو شا، لو شا هو القط، لو رينار هو اللي يتحدث عليه النص. الوغ هذا النص وين هو الحيوان اللي تحدث عليه؟ سي لو رينار، الثعلب. نعتذر القلم ما راهش يكتب. الثعلب، نغير فقط الثعلب، سي لو رينار، هذا هو لا ريبونس جوست. طبعا حتى هذه الفقرة راها تهضر على لو رينار، ممكن التلميذ يستوعبها في الرأس تاعه ويديرها كوم اون برودكسيون إكريتي. راها وافيه زينه ما عندها مخصه. او في سيت انيمال، اين يعيش هذا الحيوان؟ هذا السؤال نلقاه في النص. كلمه في هي يعيش هاهوينا، يعني الجواب وين راه؟ الجواب يبدا منا يكمل حتى للنقطه، النقطه هاهوينا. ايل في وين يعيش؟ ايل في ياك يعيش دون لي مونتاني، كما راكم تشوفي هاهوينا، دون لي مونتاني في الجبال. وين ثاني؟ لي فوغي في الغابات، لي فوغي. وين ثاني؟ اي لي بلان وفي السهول، لي بلان هي السهول. فوالا فوالا لا ريبونس جوست، اي لي بلان. ومن بعد واش قال لي؟ قال لي كومبليت لو طابلو. باش نكمل، ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف يعني الصفه، ادجيكتيف دو كولور يعني لون، وادجيكتيف كاردينال يعني رقم. صاي ادجيكتيف كاليفيكاتيف هي الصفه. نجبدو الصفات اللي في النص. عندي سوفاج متوحش، عندي ماميفير ثدي، عندي واش عندي؟ لارج عريضه، عندي لون طويل، عندي بوانتي محدب، عندي كورت قصيره، عندي فين رقيقه، عندي بال جميله، عندي غو احمر ما نديرهش، بوتيت صغيره، لونغ طويله. هذه كل سون دي ادجيكتيف.
ندير اي وحده ندير بتيت. ها جات قبالي ها هنا بتيت بتيت. هو قال لي ان ادجكتيف ان سا درت انا بتيت ادجكتيف دو كولور لون. عندي رو رو هي لون احمر رو اكولور عندي رو افيك اكس. وعندي ادجكتيف كاردينال هي 1 2 3 عندي 4 ها هوينا. وعندي 2 اللي بغيت نكتبها نبقي نكتب 4 ولا نبقي نكتب 2 اللي كتبته 4 ولا 2 فوالا. نغير ثاني اللون ثاني الاحمر ما كتبليش مليح يكتب لاكري. نروح لا كيسيون سويفون نيميرو 4 دوك بدينا هنايا صاي. هذه اسئله تاع فهم النص. نروح للاسئله دوك تاع التمارين. قال لي سيبار لي ديفيرون غروب دي لا فراس سويفونت. يعني وراه لو غروب نومينال سوجي وراه لو غروب فيربا. عندي لو رونار سي نوري دو را. هنا باش ندير لي غروب عندي دو غروب. عندي لو غروب نومينال سوجي هذا اللي رانا قاريناه وعندي لو غروب فيربا. واش باش نبدا بلو فيرب ندور عليه. لو فيرب هو سي نوري هذا سي لو فيرب. قدام لو فيرب عندي لو غروب نومينال سوجي. يعني هذا هو لو رونار سي لو غروب نومينال سوجي. لو فيرب اي دو را. دو را سي ان كومبليمون اوبجي انديريكت. عندي لو فيرب اي لو كومبليمون اوبجي ديريكت يعطيني لو كومبل لو غروب فيربال. فوالا اي مالي واش ندير. نعاود بهدوء ندور على لو فيرب. قدام لو فيرب عندي لو غروب نومينال سوجي. هذا الكلمة اللي راها ولا لو فيرب هي كومبليمون اوبجي انديريكت. علاقت بيناتهم دو. الوغ لو فيرب اي لو كومبليمون اوبجي انديريكت تعطيني لو غروب فيربال. طبعا هذه دروس بوحدة ثانية. عندي كومبليت لو رونار اي روزي. لي رونار هنا راه لا فراز راها او بلوريال. هنا لو فيرب اتر او سانغولي. لو فيرب اتر او بلوريال سي سون افيك او ان تي. نكتبها هنايا او اس تي. كي نشوف او اس تي لو بلوريال سي ان فيرب. ها لو بلوريال تاعه هي سان. فوالا صاي. الوغ او اس سي لو بلوريال هي سان. واش قال لي لا كيسيون نيميرو 6. قال لك لو رونار a une langue que. La girafe a un cou. يعني هذا اون راه في المؤنث. واش ندير له نحوله لو ماسكيلان. يعني نحيد علامة التأنيث لونغ. لونغ المؤنث واش هي مؤنث فيمينا. المذكر تاعها واش تهي هي لون كيما هنايا في النص. ان لون وراها ها هنا لون. لون هو المذكر والمؤنث هي لونغ. يعني هنايا اون المؤنث كي نلقى ان يعني سؤال غير مباشر حول للمذكر. لون لونغ المذكر تاعها هي لون ولون المؤنث تاعها هي لونغ. طبعا هنايا بدون اطاله هنايا عندي لاباتاوتي. عندي لانيمال اللي عطاه لي عطاني لي فنك. عطاني لي نون لي بات لي زوغي لا كو لي بلاج 4 دو لونغ بوتيت مارون كلير. لو فيرب اتر لو فيرب سونوري لو فيرب اسامبلي فيفر ابيتي كروزي. هذا هو لو فنك. قال لي تيب ان برودكسيون اكريس عليك كل بدون اطاله. عطيني ورقه دون إطالة. راح نكتب إن برودكسيون إكريت سوغ لو فينك. طبعا أنا ديجا درت لكم إن برودكسيون إكريت على القناة باش ما باش ما نطولش. عندي لو فينك ديجا قرينا لو فينك قريناه. نبدا لو فينك واش هو. سي تان غاتو إي تان أنيمال. و زيدو كملوا لي إي تان أنيمال سوفاج. إي تان أنيمال سوفاج. Un point. Allez, la deuxième phrase. La deuxième phrase, où il vit. Il vit dans le désert. Dans le désert. Voilà, un point. Nous disons la phrase numéro 3. Où est-ce qu'il y a ? Il se nourrit. Il se nourrit. Où est-ce qu'il y a ? Il se nourrit des lézards. Et aussi des petits oiseaux point aussi
عندي لا كاتريام فراس، انا المهم نكتب كاتر فراس، ما نطولش نكتب كاتر فراس سيتو سي بات او بيان سي زوغاي، هو معروف لي زوغاي، ندير سي زوغاي ولا ندير لي زوغاي. عندي هنا لو فيرب اتر او بلوريال سي سان، لي زوغاي سان كي دايرين لانك طوال الودنين تاعها اطوال. فوالا لا برودكسيون، ما برودكسيون اكريت على لو فنك. نتمنى ان هذا المراجعه راها في المستوى المطلوب وانكم استفدتم منها. مازال راح نزيدو ندعمو نديرو دي سوجي اخرين بالنسبه لي زوطخ نيفو اساتذه لهم لي كومونتير، استاذه رابعه، استاذه ثالثه، استاذه اولى متوسط، كلشي باذن الله راه لا حاجه، فقط يعطينا ربي الصحه ويعطينا يخلينا على خاطرنا وكلشي يرجعوه مع بعض. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.